الفتاة نسمة زنون تقطن في منزل متواضع غربي محافظة رفح جنوبي قطاع غزة. لم تمنعها ظروفها الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تعاني منها هي وأفراد أسرتها من ممارسة حبها وشغفها بالتكنولوجيا، فصممت تطبيقا يخدم عدة فئات أهمها ذوي الاحتياجات الخاصة. ابقوا معنا لنتعرف على تفاصيل هذا التطبيق. دخلت مسابقة عالمية من جامعة كورنل في نيويورك، أخذت المركز الثالث على مستوى العالم والمركز الأول على فلسطين. تطبيقي اسمه تطبيق متعدد المهام، بيخدم ثلاث فئات، وهو يعتبر آذان لذو الإعاقة السمعية وعينين لذو الإعاقة البصرية وقلم للكاتب الأديب ومحب للكتابة والشعر بالذكاء الاصطناعي. أنا أخذت دورات من قبل وزارة التربية والتعليم، مديرية التربية والتعليم برفح. أخذت 13 دورة، كل دورة كانت تختتم بمعرض، وكل معرض كنت أشارك فيه إما بمشروع إما بتطبيق، وكل تطبيق أو مشروع كان يأخذ مراكز سواء على مستوى رفح أو مستوى غزة. بعدين اتوجهت للمسابقات العالمية والدورات العالمية من جامعات ثانية. أخذت مسابقة من جامعة المناخ التقنية، أخذت عليه المركز الأول في التطبيق، والحمد لله يعني كان في طلاب من نفس الجامعة ما حصلوا على المركز الأول. زائد اني توجهت لجامعة كورنل، اخذت منها دورتين، الدورة الثانية اختتمت في هذه المسابقة اللي جبت فيها المركز الثالث على العالم والمركز الاول على فلسطين. طموحي اني اصير مبرمجة عالمية معروفة اقدر اخدم فيها اهل بلدي، وأخدم فيها الفئات المهمشة والأشخاص من ذوي الإعاقة سواء البصرية أو السمعية. أمنيتي إنه حدا يتبنى الفكرة، لأن أنا عندي مخزون قوي من الأفكار بدها تتطبق على أرض الواقع، فبدي حدا يتبناني عشان أقدر أخدم في أفكاري هذه. الظروف الحياتية كانت هي صعبة، زائد إنه أنا ما كان عندي لابتوب، كنت أخذ لابتوب خالي أو لابتوب أصدقائي كنت أعمل عليه في الدورات، زائد إنه ممكن الجوال تبعي كتير بيعلق، فبالتالي من كثرة التعليقات كثرة التطبيقات اللي عليه كتير بيعلق. برضه كمان كان عندي مسابقة من جامعة المناخ التقنية كان عندي تحكيم فيها، فبسبب انقطاع الكهرباء راح علي التحكيم، وكان عندي سفرية على النيزك ناسا السنة اللي فاتت وما رحت على السفرية، فبالتالي راحت علي يعني سفرية كانت ممكن استفيد منها كتير بسبب الاحتلال الصهيوني منعنا إن إحنا نطلع من هذه السفرية.